معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول باحث في الشأن العراقي سيد شاهو القرداغي. مرحبا بك سيد شاهو. إذا نائب سكوت لطيف ذكر أن 60% من صادرات كردستان تودع في حسابات الحزب الحاكم، هذا على ذمة النائب. أين الجهات الرقابية من هذا برأيك؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. حقيقة إقليم كردستان العراق منذ 2003 و2005 عندما حصل الاتفاق الاستراتيجي بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني إلى الآن يتم توجيه انتقادات كثيرة إلى حكومة إقليم كردستان لعدم شفافية ملف النفط. إلى الآن لا يوجد شفافية في هذا الملف المهم والذي يعتمد عليه إقليم كردستان العراق بشكل رئيسي. وبالتالي تصريح هذا النائب والتصريحات السابقة لحركة التغيير أو للجيل الجديد أو لباقي أحزاب المعارضة هي مطالب صحيحة للكشف، لأن يكون هناك شفافية في هذا القطاع، لأنه يعني يصدقها الواقع. أستاذ شاهو، هذه التصريحات بلا شك بلا شك حيث يوجد تناقض كبير بين الوقائع التي على أرض الواقع وكميات النفط التي تهرب أو تصدر إلى الخارج وبين الأرقام الرسمية التي تقدم إلى الحكومة أو تكشف عنها الحكومة. وبالتالي هناك عدم شفافية في هذا القطاع إلى الآن مستمر منذ إخراج النفط في إقليم كردستان العراق، ونحن نعلم أن إقليم كردستان لديه كميات هائلة من النفط والغاز، ولكن هذا القطاع يعاني من عدم وجود شفافية، وهذا الأمر يزيد من احتماليات وجود فساد داخل هذا القطاع، سواء من الاتحاد الوطني في منطقة السليمانية أو في الديمقراطي الكردستاني في منطقة أربيل. ولكن هذا الفساد كبير بحسب تصريحات بعض النواب، يعني مثلا النائبة السابقة تفكي أحمد كشفت عن تورط أحزاب كردية بتهريب 750 ألف برميل نفط يوميا من العراق. كيف ترى يعني أثر هذه الكميات في الاقتصاد؟ بلا شك أن حتى الفترة الماضية منذ 2014 والمعاناة التي عانى منها موظفون في إقليم كردستان العراق وتنفيذ نظام الادخار ونقص الرواتب وتأخيره كله لم يكن ليحصل لو أن قطاع النفط كان شفافا وكان حكومة إقليم كردستان العراق تصدر النفط بشكل رسمي. ما عدا التصريحات للجماعات المعارضة والأحزاب المعارضة، الملا بختيار وهو قيادي كبير في الاتحاد الوطني الكردستاني في يناير من هذا العام كشف عن تهريب النفط من منطقة السليمانية 30 ألف برميل، وهذه مجموعة واحدة فقط تهرب 30 ألف برميل يوميا، وهذا مسؤول كبير في الاتحاد الوطني يكشف هذا الرقم. وبالتالي هناك أرقام أخرى لا ندري بها، وهناك اعتراف رسمي داخل الحزبين وداخل الاتحاد الوطني أيضا بوجود هذه الظاهرة وتفشيها وعدم قدرة السلطات الرسمية في إقليم كردستان العراق عن مكافحة هذه الظاهرة، مكافحة ظاهرة تهريب النفط وتداعياته السلبية أولا على المواطنين وثانيا على الإقليم بشكل عام. وحتى الوجهة التي تهرب إليها، يعني ذكر صحيفة العرب الجديد في تقرير لها أن جزءا كبيرا من النفط العراقي المهرب من كردستان يصل إلى موانئ الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة، هل من معلومات بشأن تهريب نفط العراق لهذا الاحتلال الصهيوني؟ حقيقة بموجب الواقع الجغرافي لإقليم كردستان العراق بلا شك أن النفط المهرب من منطقة السليمانية يتم تهريبه إلى إيران ومنها إلى دول أخرى حسب المعلومات التي انتشرت في السابق، يصل إلى أفغانستان إلى باكستان. النفط المهرب من المنطقة الأخرى من تركيا ويذهب إلى وجهات أخرى، يعني عن طريق تركيا يتم تهريبه، ولكن يتم من كردستان على يعني إلى إيران أكثر. نعم نعم بلا شك، لأن المعابر الحدودية أيضا إلى الآن معابر، هناك معابر غير رسمية، هناك معابر تحت سلطة الأحزاب وليس تحت سلطة الحكومة في إقليم كردستان العراق، وبالتالي يتم تسهيل تهريب هذه الكميات من النفط ولا يعلم أحد أين يعني تذهب، ولا يعلم أحد أين الإيرادات التي تأتي نتيجة لهذه العمليات التهريب، وقد يدخل في حسابات شخصية أو حزبية لا يتم صرفها لموازنة أو لا يتم إدخالها لموازنة إقليم كردستان العراق. هناك حديث أيضا عن أن نواب حركة التغيير سلموا الحكومة ملفا كاملا عن تهريب النفط من كردستان العراق، هل تعتقد أستاذ شاهو أن حكومة بغداد يمكن أن تحقق في هذا الملف؟
أنا أستغرب حقيقة مطالبة الأحزاب المعارضة في تقليم كردستان العراق للحكومة العراقية بالتدخل في هذا الملف. فاقد الشيء لا يعطيه. لا يفاقد الشيء لا يعطيه. نعم. وأيضا الحكومة العراقية عاجزة عن إيقاف عمليات التهريب الموجود في مناطق الجنوب والمناطق الأخرى تحت سيطرتها، فهي تكون أعجز من أن تتدخل في هذه المناطق، وخاصة الآن تريد أن تفتح صفحة جديدة مع إقليم كردستان العراق، ولا تريد أن تصنع مشاكل مع حكومة الإقليم، وبالتالي فهي لن تتدخل، وهي أعجز من أن تستطيع إيقاف هذه العمليات التي هي مرتبطة بنفوذ داخل الحزبين الحاكمين، ولا يمكن بسهولة مكافحتها أو قطع هذه العمليات التهريب. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ شاهو القرداغي، الباحث في الشأن العراقي، هاتفيا من إسطنبول.